ينطلق زيدان وزع يا محمد بالراس فرصة كبيرة الجول الجول الان 1-0 ممكن المنتخب المصري في المرمى سجل ضاعت الكرة والحكم ماذا يقول مودو سوى بينالتي للفراعنة هو الأقوى الان ربع ساعة من النار بإذن الله هو حصني هي الضربة هي اللمسة هي ركلة الجزاء الرابعة في المونديال أغلى للفريق المصري 1-0 إن شاء الله هذه حركة يا رب فيها بركة حصني عبد ربه كارلوس ادريس كاميني منعرج المباراة حصني جول 1-0 لكن الحكم يقول تعاود يقول تتعاود يقول تتعاود الله يستر ركز وهدي باش تعدي هدي باش تعدي معلم يا حصني احسنت المرة الاولى المرة الثانية هي التي تحسب ركز يا حصني يتقدم ويتكلم في المرمى 1-0 اشرب يا كارلوس البداية عربية في هذا المونديال 1-0 الانطلاقة مصرية 1-0 الكبير لا يهاب الكبير لا يخشى الكبير لا يخاف 1-0 العباله من الاول في اليسار عاونين في اليسار مصر تتقدم بأمان على اسود الكاميرون 1-0 حسني عبد ربه 1-0 للمنتخب المصري اول ربع ساعة من النار تسأل سوبر ستار افريقيا صامويل هيتوفيس والمرتدة وزيدان زيدان زيدان متعب زيدان الثاني 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 حش عليها اقذف بالحذاء سجل بالمرمى زيدان 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 مش ممكن مش منطق مش معقول مش مقبول سيناريو غير مألوف لكن تألفنا وألفنا بداية الفراعنة الكبيرة 2-0 يا سلام بلغة مصرية قال لك هذا هو الكلام تعظيم سلام تمام التمام شوف الكرة شوف الثاني شوف الثاني شوف زيدان شوف زيدان سامحتك في الأولى يا زيزو سامحتك في الأولى يا زيزو مش معقول 2-0 الكاميرون ومصر تفرج العالم على الكاميرون المجموعات ضد التوغو فازت يومها الكاميرون 2-0 اليوم 2-0 لمصر ترجع الكرة لزيدان زيدان مش ممكن مش ممكن يا معلم مش ممكن هو الامبراطور الجديد الثالث 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 اديو كاميرون باي باي كاميرون مع المصريين الى اللقاء كاميرون 3-0 هدف ولا بالاحلام هدف على طريقة من سيناريو الكبار زيدان مش ممكن مش ممكن الثالث نومهم الفريق المصري ثم اضربهم بالثالث ثم اضربهم بالثالث هي خرجت من حضري كانها كورة هدفه في الكايزر شيفس سونغا دهالو زيدان رجع حاله 3-0 في قلب المرمى في سقف المرمى مش ممكن مش ممكن الثالث يا كاميني كارلوس ادريس يتفرج في العملاق الفرعوني الفرعون الصغير اي خوفه اي خفرع اي منقرع لكم رابع من هذه الليلة اسمه زيدان 3-0 يا سقف الموجود في برشا عناصر اليوم بدأت تكشف افلاسها وجميلة الرابع الرابع من حصني عبد ربه في وقت الحديث عن المستقبل في وقت الحديث الافلاس الكاميروني يقابل غنى مصري 4-1 من حصني عبد ربه واشرب يا كارلوس نعم للسن واداء الحالي لتيموتي اتوبا للعبة شيليمانا للاعب رقم 14 إبالي ممكن نقول حانت ساعة الرحيل لهذه الأسماء الكاميرون تحتاج أسماء جديدة ومصر هي الحاضر وكانت الماضي وهي المستقبل برافو يا حسني برافو يا عبد ربه 2 من حسني و2 من زيدان و4 على التاريخ 4 مصر 1 الكاميرون درس يلقن درس يتعلم